أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ الجولة من السودان ومنها نقرأ: الآلاف يتظاهرون بالخرطوم والولايات في ذكرى الثورة. تظاهر الآلاف بالعاصمة والولايات في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر التي أطاحت بحكم الإنقاذ. وقال شهود عيان لسوداني أمس السبت إن الآلاف تظاهروا في شوارع الخرطوم والولايات رافعين شعارات تحمل مطالب عديدة، وطالبت لجان المقاومة بإجراء إصلاحات فورية في مؤسسات العدالة والاقتصاد. يعني أستاذ شوقي، الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة كانت قراءات في دفتر الفترة الانتقالية، ما هي أبرز المحطات التي وقف عندها الثوار؟ نعم، خلينا نقول في أول الأمر أنه أمس كان البطل الحقيقي هم قوات الشرطة والأجهزة العدلية عموما. النائب العام والشرطة تعاملوا باحترافية شديدة جدا مع هذه المواكب وهذه المظاهرات، والاحترافية بتجي من أنهم يعني لم يستجيبوا لكثير من الاستفزازات التي حدثت أثناء الحراك. والمواكب يعني بدأت منذ الساعة 12 ونص واستمرت حتى الساعة 8. في كل هذه الفترة كانت الشرطة يغزة جدا وتدير المسألة باحترافية شديدة، فتحت حتى الكباري، يعني يتعودوا الناس أن الكباري تكون مغلقة وكذا، الكباري كانت مفتوحة والشوارع كانت محاطة بالشرطة لتأمين المواكب. والنائب العام يعني اجتماعه سبق المواكب أدى نتائج جيدة جدا في أنه يديروا هذه الأحداث التي وقعت باحترافية. نعم، يعني الناس شافوا حتى الثوار المتظاهرين أمام القصر الجمهوري على بعد أمتار قليلة يعني، ولكن الشرطة استطاعت في وجود النيابة وكده تضبط نفسها وتتعامل باحترافية شديدة. فذلك أفتكر أنه دي واحدة كانت من الأشياء الفارقة جدا، وأعتقد أنه ده دليل على أنه الناس في طريقة للديمقراطية بخطة ثابتة. يعني ده شيء مهم. نعم، يعني من ملاحظ أنه الشعارات تباينت واختلفت الرؤى في المواكب أو عند المتظاهرين بصورة عامة، يعني هل تفرقت كذلك الأهداف بالنسبة للثوار بعد مرور عامين على ثورة أم ماذا؟ هي ليست تفرق أهداف، ولكن يعني في السابق قبل سقوط النظام البائد كان الهدف واحد والعدو كان معروف واحد والشعار واحد هو إسقاط النظام. لذلك كانت الناس كتلة واحدة بتتكلم عن مطلب واحد في وقت كان المطالب المتعددة ممنوع البوح بها. يعني النظام البائد ده واحدة من أمراضه الكبيرة، إنه لو خلى الناس على في حرية، طبعا ده كان مستحيل، يعني انه يتكلموا عن يعبروا عن مطالبهم المختلفه، ربما الناس ما وصلوا لهذا النهايه او هذا المطلب النهائي الصفري بانه النظام يسقط، لانه الناس في الاخر الذي يطالب بتحسين الاقتصاد كان يقمع، صحيح. الذي كان يطالب بحريه التعبير كان يقمع، الذي كان يطالب حتى بتصحيح النظام من داخل النظام نفسه كان يقمع. فلذلك الناس في الاخر توحدت على طلب هدف واحد، انه هذا النظام يزول. ايضا تعدد المطالب ده شيء مظهر ديمقراطي، في انه اي زول يعبر عن مطلبه، كذلك مطالب بتصحيح المسار، هنالك مطالب زي ما جاء في الخبر مطالب اقتصاديه بتحسين معاش الناس، هنالك مطالب بدعم حكومه الفتره الانتقاليه ودعم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هنالك كانوا من يحملوا لافتات احتفالا بالسلام، كان موكب ضخم جدا، هنالك من كانوا هنالك مطلب بدعم الحكومه في اتجاه الانفتاح العالمي ورفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، هناك كان مطالب باسقاط النظام، يعني هناك احد واحد كان يعني من المطالب. هذه الرسائل من خلال هذه المواقف عبرت عن ديمقراطيه. عبرت عن ديمقراطيه عريضه جدا. طبعا هنالك من لديهم اجندات غير ديمقراطيه، وافتكر ممكن نتكلم عنهم اكثر يعني، لكن هنالك من حاولوا كان هدفهم تخريب الفتره الانتقاليه قطعا يعني. يعني هم اعضاء النظام البائد هم لا يستطيعوا ان يخرجوا بلافته يعني تحمل صورتهم او تعبر عنهم. لأنه يعني الحاجة الغريبة جدا اللي بتستحق الوقوف عندها أيضا هي مسألة النظام البائد والإسلاميين عموما، إنهم كانوا جزء من هذا الحراك أمس، يعني قطعا كان عندهم الناس متحركين ولكن لا يستطيعوا أن يحملوا لافتات يعملون في الخفاء مثلا. نعم، يخفرون من خلف الثوار. والشيء الغريب أن لافت في المسألة لأنه ليست لا هذا ليس خوفا من الحكومة، يعني ما مقموعين من الحكومة لكن مقموعين من الجماهير. يعني في وسط الجماهير لا يستطيعوا أن يعبروا عن نفسهم، طبعا يعني حزب سياسي أو يدعو للأشياء من خلف ظهر الثوار أو من ظهر خلف الآخرين، فدي حالة يعني بائسة جدا طبعا، ولا يستطيع أن يحمي يعني كل هذا الحراك لا يستطيع أن يحمل أحد لافتة تعبر عن إصلاح الآن.
لغزة صلاح الدين ولا عن المؤتمر الشعبي صراحة ولا عن أي دعيك عن المؤتمر الوطني المحلول يعني. فهذه واحدة من الأشياء اللافتة جدا بالنسبة لي كانت في هذا الحراك وجودهم كأشخاص موجودين محاولتهم لتخريب الفترة الانتقالية لأنه هدفهم هو ما عشان في كل اللافتات المحمولة دي بالنسبة لهم كلها تحقق هدف واحد إنه تخريب الفترة الانتقالية لكن لا يستطيع أن يعبر عنه بلافتة تخصهم هم. فدي ظاهرة جديدة في السياسة تستحق الوقوف عندها وتستحق الناس ينظروا لها بانكثب يعني.